مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ معكم نعم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بشرح كيف تفتح ستايل الجوست او الشادو الخاصين بسكين سكاي. فاذا انت اول مرة عندك تشاهد الفيديو على القناة، يا ريت تشترك، فعل زر الجرس، حط لايك للفيديو، اكتب كومنت حلو. انا لاحظت اخر فترة اصدقائي اجاني دعم كثير حلو على فيديوهات، في فيديو جايني عليه 30,000 مشاهدة. بتشكركم كلياتكم على الدعم وعلى اللايكات اللي عملتوه عليه لحتى ظهر للناس، والناس عم تدور وعم تلاقي محتوى حلو يعجبها. بس انا بدي نوه على شغله صغيره اصدقائي، لو انتم حابين تدعموني او ما بتعرفوها باليوتيوب، انه انت لما تشاهد عندي الفيديو رح يرد يطلع لك فيديو ثاني لو انت عجبك. فمشان هيك اصدقائي بس اشتركوا بالقناه، لانه 90% او 95% عم يشاهدوا الفيديوهات وما عم يشتركوا بالقناه. فانا بس بدي اياكم تدعموني بهي النقطه لحتى استمر. ولو انت بتحب هذا المحتوى، يعني شو المشكله انك ما تشترك؟ اشترك عادي، يعني هو زر احمر اسمه سبسكرايب ما بكهربك، عادي حلو كثير. فاكبسه مشان تدعمني اكثر، وكبس لايك وكومنت حلو، ويلا مع بعض نشوف شرح التحديات سكاي لفتح الستايل. اول شيء اصدقائي، مثل ما بنعرف انه انت لازم تكون عامل بعض الاشياء او بعض الشروط لحتى انت تقدر تفتح الستايل الخاص اللي انت بتحبه. فمن ثلاث شروط اللي مطلوبة عليك بهذا الستايل، انك انت تكون شارب بطل باس اول شيء، وتاني شيء لازم تكون واصل للليفل اللي يكون معك ياه الستايل بقلب اللوكر، وثالث شيء لازم تكون مخلص 18 تحدي من تحديات مغامرات سكاي اللي هن الاسبوع السابع والاسبوع الثامن. الاثنين موجودين عندي بالقناه لو حابب تشوفهم وتشوف الشرح مشان تقدر تاخذ الستايل. خلينا هلا اول شيء نبلش بالستايل اللي هو بالشادو اللي ظاهر امامكم بالصوره. ستايل الشادو اصدقائي، شو مبدا تحديات سكاي هالمره؟ انك انت بدك تنزل على منطقتين، بهدول المنطقتين بدك تلاقي مثل قبعه او مثل الطاقيه اللي بتلبسها سكاي على راسه، اللي هي هذا الطير او العصفور. بدك تنزل تاخذ هذا الطير بمنطقتين. فلو انت نزلت اخترت سكن الشادو مثلا، فت على الغرفه تبع سكاي واخترت سكن الشادو اللي هو الاسود بالاحمر هذا اللي ملون، بدك تنزل بمنطقه وبنجود. لما تنزل بمنطقه وبنجود بتلاقي هذا الطير او هذا القبعه، بتلاقيها بتنزل تاخذها. فانا رح اترككم هلا مع مقطع توضيحي كيف تنزل تاخذها وبتلاقيها وين بالضبط، فشوف شلون لو انت اخترت الشادو. لو انت اخترت الجوست كمان صديقي، بتقدر تنزل بمنطقة تانية اللي هي اسمها فرينزي فارم، اللي هو سكن الجوست اللي ملون مثل الجيش العسكري. بدك تنزل على منطقة فرينزي فارم وبتاخذ القبعة تبعها او الطاقية، يعني بتلاقيها. انا رح اترككم كمان مع مقطع توضيحي بتلاقيها وين لهي المنطقة. فبس هيك انا بكون شرحت لكم كيف تفتحوا الستايل الشادو وستايل جوست. وبحب عيد انه انت لازم تكون مخلص كل الشروط، انك شاري البطل باس، ولازم تكون اخذ التير اللي فيه السكين معك باللوكر، ولازم تكون مخلص 18 تحدي من التحديات، وبتفوت على الغرفه وبتختار السكين الشادو او الجوست، وبتنزل للشادو بمنطقه وبنجود، وبتنزل للجوست بمنطقه فرينزي فار. هيك كل شيء انا شرحته عن الستايل، وهلا انت بتقدر تختار اي ستايل بدك. واكتب لي تحت بالكومنتات شو الستايل اللي اخترته واني احلى بالنسبه الك. ولا تنسوني لو انت حابب تدعمني مثل ما حكينا ببدايه المقطع بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لحتى تدعمني واصل اكثر واكثر وحقق حلمي اللي هو ال 10,000 مشترك ان شاء الله واخ وصديق بالقناه. فهذا هو كان شرح المقطع لليوم، اتمنى يكون استفدت وعجبك. لو عجبك لا تنساني بزر اللايك والاشتراك وكل الدعم. نيمو 9 وشكرا لازم كملت المقطع للاخر، وبرعايه الله.